أنتم تريدون قتلي أنا أعرف هذا وتبذلون قصارى جهودكم وتحاولون وستبقون تحاولون لكنكم لن تنتفعوا من ذلك مشكلتكم ستبقى ستبقى المشكلة قائمة لأنكم نواصف لأنكم بتريون لأنكم مرجئيون أنتم مصدقين أنتم عظام أنتم أنتم يا أيها المراجع أنا أدري تتابعون البرنامج لأن هذا البرنامج مع والديكم أني أدري نع والديكم أتحدث عن برنامج ما بين واقعين أني أدري نع الوالديكم وجاي تتابعون البرنامج منين جبتوا هذا الدين؟ منين جبتوا؟ الإجماع، الإجماع وسيلة شيطانية قذرة. جاءت بها سقيفة بني ساعدة لهدم دين محمد وآل محمد. الطوسيون حولوها الى مصدر من مصادر التشريع مثل ما فعل سقيفيو بني ساعده، سقيفتان سقيفتان. سقيفة بني ساعده وسقيفة بني طوسي. وسقيفة بني طوسي هي الاخطر على ديننا وهي الاقذر والاوسخ والانجس. انها حوزة النجف هذه هي سقيفة بني طفسي اللعينة والعن ما فيها واقذر ما فيها مراجعها الكبار مراجع حوزة النجف هم الذين دمروا دين العترة الطاهرة وهم الذين دمروا أحاديث محمد وآل محمد ما بين الإنكار والتضعيف والاستهزاء والسخرية بها وما بين جهلهم في فهمها وإدراك مضامينها كتبهم دالة على ذلك أحاديثهم دالة على ذلك وكلاؤهم فضائياتهم حوزاتهم القذرة الوسخة داله على ذلك داله على جهلهم داله على عوراتهم القبيحه التي لا اجد مجالا للحديث عن كل تفاصيلها القذره المقرفه على اي حال انني اريد ان احدثكم عن الاجماع في البدايه لابد أن تعرفوا معنى الإجماع، الإجماع في اللغة وبشكل سريع وموجز، الوقت يجري سريعا، الإجماع في اللغة إذا كان الحديث عن شخص مفرد أقول مثلا: أجمعت أمري على أن أفعل كذا وكذا أجمعت أمري أي أنني متأكد من نيتي وعزمي وقصدي أن أقوم بهذا الأمر فلقد فكرت فيه تدبرت في عواقبه اجد ان الامر ضروري بالنسبه لي فلا بد ان اقوم به لا بد ان ابادر اليه في صبيحه يوم غد فاقول اجمعت امري على ان افعل كذا وكذا هذا اذا كان الحديث عن فرد بعينه عن شخص بعينه اما اذا كان الحديث عن مجموعة من انهم اجمعوا على الامر الكذائي هذا يعني انهم اتفقوا اتفقوا على الامر الكذائي آراؤهم توافقت واخذوا قرارا في ان يقوم بهذا الامر بعد ان اتفقوا عليه فالاجماع في اللغة اتحدث عن اللغة الاجماع في الاصطلاح شيء اخر الاجماع في اللغة اذا كان بخصوص فرد واحد فهذا يعني انه قد اتخذ قراره النهائيه القطعيه في ان يعرض عن شيء او في ان يقدم على شيء اما اذا كان بالنسبه لمجموعه من الناس هذا يعني انهم اتفقوا على شيء اتفقوا على امر ان كان اقداما او كان احجاما هذا هو المعنى الاجمالي للإجماع في اللغة قد يرد في أحاديثنا الشريفة بخصوص رواياتهم وأحاديثهم على سبيل المثال ما جاء في الكاف الشريف في الجزء الأول وهذه طبعه دار الاسوه طهران ايران في الصفحه الثامنه والثمانين في الروايه التي تبدا في الصفحه السابعه والثمانين انه الحديث العاشر من الباب الذي عنوانه باب اختلاف الحديث هذه الرواية المعروفة التي ينقلها لنا عمر بن حنظلة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فيما إذا حدث اختلاف وتنازع في شأن مالي في شأن حياتي فيما بين الشيعة حيث يترافعون إلى رواة حديث العترة الطاهرة الى الذين قال عنهم امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ينظران المتخاصمان من الشيعه ينظران الى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما الى اخر ما قاله امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. انا لست بصدد التوغل في هذه الروايه، الروايه طويله موطن الحاجه هنا. إذا ما اختار فقيهين واختلف الفقيهان فيما نقل من الحديث عن العترة الطاهرة إلى أن تقول الرواية إمامنا الصادق يقول ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه من اصحابك المجمع عليه من اصحابك المجمع عليه من اصحابك, عليه من أصحابك هذا كلام بخصوص الاحاديث والروايات الروايات التي اجمع عليها علماء الشيعه رواة الحديث. رواة الحديث اجمعوا على نقل هذه الروايه. هذا لا علاقه له بالاجماع الذي احدثكم عنه. هذا الاجماع اجماع لغوي بالمعنى اللغوي. اتفقوا على نقل روايه من روايات العطره الطاهره الروايه التي يجمع رواه الحديث على نقلها تكون مميزه من جهه انها روايه معروفه بين رواه الحديث هذا يعني انها من روايات العتره الطاهره بشكل واضح بشكل صريح فهذا لا دخل له في موضوع الاجماع الذي احدثكم عنه صار واضحا اذا ما واجهتكم روايه فيها مثل هذا الكلام ينظر الى ما كان من روايتهم انها روايه عن الائمه ينظر الى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه من اصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه بعباره دقيقه المراد من المجمع عليه هو المشهور بين رواه الحديث بقرينه ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك الشاذ هو الذي ليس بمشهور عند اصحابنا يقابله المجمع عليه وهو المشهور عند اصحابنا فالمجمع عليه هو المشهور والاجماع هنا شهره الروايه بين رواه الحديث هذا هو المراد من الاجماع هنا الذي جاء في روايه عمر بن حنظله وامثالها من الروايات الاخرى اذا صار واضحا لدينا في اللغه الاجماع بالنسبه للفرد هو انه قد اتخذ قراره بشكل قطعي اجمع على ان يفعل كذا اجمع امره على ان ينتقل من هذا البلد الى بلد اخر اجمع امره على ان يبيع شركته الى غير ذلك اتخذ قرارا قطعيا بعد ان تدبر في عواقب ذلك الامر إذا كان الذين أجمعوا جمعا من الناس فهذا يعني الاتفاق فيما بينهم إقداما أو إحجاما في رواياتنا وأحاديثنا حينما يكون الحديث عن مجمع عليه في الروايات انها الروايه المشهوره بين رواه الحديث كل هذا لا علاقه له بالاجماع الذي اريد ان احدثكم عنه انما بينت لكم هذا حتى لا تختلط عليكم الامور الاجماع الذي اريد ان احدثكم عنه بدعة من بدع سقيفة بني ساعده وركض الطوسيون اللعناء وراءهم سقيفي بني ساعده قالوا من أن الإجماع يمثل مصدرا من مصادر التشريع هناك الكتاب هناك سنة النبي كما هم يدعون وهناك الاجماع ما المراد من الاجماع؟ اختلفوا في تعريفه لكن بالاجمال ان المسلمين يجمعون على راي معين حتى وان لم يكن مذكورا في القران وإن لم يكن مذكورا في سنة النبي وإنما هم ابتدعوا هذا الأمر إذا اتفقوا عليه جميعا فهذا يعني أنه جزء من الدين لماذا؟ لأن الأمة قد أجمعت على ذلك فصار الإجماع مصدرا من مصادر الدين قد يقول قائل اذا كانوا قد اتفقوا على شيء ذكر في القران او اتفقوا على شيء ذكر في سنه النبي التي يعتقدون بها اتحدث عن سقيفي بني ساعده فهذا ما هو بالاجماع الذي هو مصدر من مصادر التشريع لأن التشريع هنا قد رجع إلى القرآن. لأن التشريع هنا قد رجع إلى سنة النبي التي يعتقدون بها. إذا المراد من الإجماع هو مصدر قائم برأسه. المسلمون يجمعون على شيء ليس مذكورا في القرآن. وليس واردا في سنة النبي بحسب ما يعتقدون وإنما أجمع المسلمون على شيء البداية من خلافة أبي بكر هم يقولون من أن المسلمين في المدينة وما جاور المدينة أجمعوا على صحة خلافة أبي بكر فهذا يعني أن خلافة أبي بكر شرعية وقد صدرت عن الإجماع الذي هو مصدر من مصادر الدين لأن خلافة أبي بكر لم تذكر في القرآن ولم تذكر في سنة النبي التي يعتمدونها ويعتبرونها صحيحة من وجهة نظرهم لم تذكر خلافة ابي بكر لا في الكتاب ولا في السنة الصحيحة التي عنده اذا من اين جاءت الشرعية؟ جاءت الشرعية من اجماع المسلمين فإن اجماع المسلمين على شيء حتى لو لم يكن مذكورا في القران لو لم يكن مذكورا في سنه النبي فان اجماعهم دليل ومنبع ومصدر من مصادر التشريع بهذه الطريقه نقضوا بيعه الغدير وهدموا دين العتره الطاهره وحرفوا دين محمد وال محمد واسسوا نظام سقيفتهم الملعونه هذا هو الذي قصدته من ان الاجماع وسيله جاءت بها سقيفه بني ساعده لهدم دين محمد وال محمد ركض الطوسيون فجاؤونا بها وجعلوها مصدرا من مصادر التشريع في دينهم وضحكوا علينا وقالوا لنا هذا هو دين العتره الطاهره كذابون حقراء دجالون سفله انجاس ارجاس هؤلاء اتحدث عن الطوسيين الخبثاء اللعناء كيف ضحكوا على الشيعة وكيف دمروا دين العترة الطاهرة صار واضحا لديكم المعنى الإجمالية للإجماع عند سقيفة بني ساعدة عند الطوسي الذي أثبت الإجماع في دين الشيعه في دين الشيعه الذين صاروا شيعه طوسيين الذي اثبت الاجماع بشكل مشرعن وبشكل رسمي وبتنظير واضح الطوسي قبل الطوسي الشريف المرتضى الذي هو معتزلي الى النخاع وان كان لا يصرح بذلك وربما يتوهم البعض من انه يناقش المعتزله بفكر شيعة العترة هذا صحيح في كتبه انا لا اقول من ان الشريف المرتضى معتزلي بقصد هو تشبع بفكره مر الكلام بخصوصه لا اريد ان اقف عند هذه النقطه. الشريف المرتضى تبنى موضوع الاجماع ولكن صفحه الشريف المرتضى طويت ولذا لا اريد ان اقف عنده. مشكلتنا نحن بدات منذ تاسيس المذهب الطوسي القذر النجس. الذي اسسه الطوسي سنه اربعمئه وثمانيه واربعين للهجره حينما اسس حوزه النجف اللعينه مشكلتنا من هنا بدات من هذا التاريخ فان الذي جعل الاجماع مصدرا من مصادر التشريع في دين الشيعه الطوسي وقد اثبت هذا في كتابه العده وبشكل واضح وصريح مصادر التشريع عند الطوسي الكتاب السنه الاجماع العقل لم يضفه لان العقل هو تحريف لعنوان القياس حرفه محمد ابن ادريس أول من صرح بأن العقل الذي هو القياس فعلا بأن العقل من مصادر التشريع هو ابن ادريس الحلي في مقدمة كتابه السرائر وقد مر هذا علينا ابن ادريس الحلي متوفى سنة 598 للهجرة بحدود معلوماتي فانني لا اعرف احدا قبله صرح بان العقل من مصادر التشريع الذي كان معروفا قبل الطوسي مصادر التشريع في الاجواء الشيعيه الكتاب والسنه ويقصد بالسنه سنه محمد وال محمد وبتعبير أدق الكتاب والعترة حديث العترة هذه مصادر التشريع عند الشيعة لكن علماء الشيعة منذ بداية عصر الغيبة الكبرى بدأوا يدخلون قذارات نواصب سقيفه بني ساعده بنحو تدريجي شيئا فشيئا الى ان وقعت الطامه سنه اربعمئه وثمانيه واربعين حيث اسس الطوسي اللعين المذهب الطوسي الضال فاثبت الاجماع مصدرا ثالثا من مصادر التشريع وذكر هذا بشكل واضح ونظر له بشكل واضح في كتابه العده عده الاصول عده اصول الفقه للطوسي ساقرا عليكم اذا ما سمح الوقت لا ادري هل سيكفي الوقت او لا يكفي المطالب كثيره ووفيره الطوسي كيف ضحك علينا ضحك علينا بهذه الطريقه فقال ان الاجماع مصدر من مصادر التشريع اذا ما اجمع علماء الشيعه فقهاء الشيعه اذا ما اجمعوا على شيء ليس واردا في الكتاب وليس واردا في الحديث هو إجماع سقيفة بني ساعدة إذا ما أجمع علماء الشيعة على شيء ليس واردا في الكتاب ولا في السنة في حديث العترة فإن إجماعهم حجة وسيكون مصدرا من مصادر التشريع ليش يا ابا يا أبو الطواسيس ليش؟ لماذا صار حجة أبو الطواسيس هالشكل يقول يقول لأن الإمام الحجة صاحب الزمان داخل في هذا الإجماع من الذي قال لك بهذا؟ عندك آية في القرآن يا أيها الطوسي الكذاب يا أيها الطوسي اللعين يا أيها الطوسي الزنديق عندك آية في الكتاب الكريم تقول من أن علماء الشيعة إذا أجمعوا على شيء ليس واردا في القران ولا واردا في حديث العتره فان صاحب الزمان داخل معهم في هذا الاجماع عندك ايه في ذلك يا ايها الكذاب يا ايها المبتدع يا ايها الزنديق عندك ايه في ذلك لا توجد ايه في ذلك عندك حديث عن العتره في ذلك لا يوجد حديث عن العترة في ذلك هل اتصل بك صاحب الزمان بطريقه خفيه جليه هل وصل اليك شيء منه وقال لك بهذا لا يوجد لذلك اثر ولا توجد عين لهذا الموضوع إذا من أين جئتنا بضراطك هذا أيها الطوسي؟ لأن الشافعي جعل الإجماع من مصادر التشريع فإن الطوسي لأنه شافعي جعل الإجماع من مصادر التشريع ولكنه دخل علينا بهذه الطريقة الملتوية. ثم وقف مراجع النجف صفوفا كالحمير خلف الطوسي ونحن وقفنا ديخيين خلف هؤلاء الحمير وبال حمار فبالت أحمرة وضرط حمار فضرطت أحمرة وهكذا وصل إلينا ديننا الط... الطوسي الضراطي القذر هذه هي الحقيقه كذبوني كذبوني قولوا من ان الذي ذكرته ليس صحيحا في اي ايه في اي روايه في اي توقيع من الناحيه المقدسه من أن علماء الشيعة إذا ما أجمعوا على شيء ليس موجودا في الكتاب وليس موجودا في حديث العترة هذا يعني أن صاحب الزمان قد دخل معه ومن هنا فإن الإجماع سيكون حجة وصار مصدرا من مصادر التشريع لو سألت مراجع النجف وقلت لهم لو ان علماء الشيعه اجمعوا على شيء موجود في القران قالوا لك هذا ليس من الاجماع الذي هو من مصادر التشريع، هذا اجماع على ايه فمصدر التشريع هنا الايه القران وكذلك لو اجمعوا على روايه انما الاجماع الذي هو راس بحاله عنوان براسه ان يجمع علماء الشيعة فقهاء الشيعة على شيء ليس مذكورا لا في الكتاب ولا في حديث العترة فان اجماعهم سيكون حجه لماذا لان صاحب الامر قد دخل معه هذا ضراط شيطاني من القول لكي يدخل اجماع سقيفه بني ساعده الذي شرعوا به خلافه ابي بكر والتي قال عنها عمر بعد ذلك من انها فلته لا اريد ان ادخل في هذه التفاصيل فجاءنا بهذا الاجماع الذي هو وسيله بها هدم دين محمد وال محمد ونقض عهد الغدير بهذا الاجماع فادخله الطوسي مصدرا ثالثا من مصادر التشريع بهذه الطريقه التي ضحك بها على الشيعه من انهم اذا اتفقوا اذا اتفق علماء الشيعه على شيء لا هو في الكتاب ولا هو في حديث العتره مع ان الائمه قالوا لنا ما من شيء الا وهو موجود في الكتاب وفي حديثهم هم اخبرونا بذلك اخبرونا من ان كل شيء نحتاجه موجود في الكتاب وفي حديثهم ولذا فان النبي صلى الله عليه واله اوصانا بالتمسك بالكتاب والعترة وقال لنا: ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا لم يشر الى الاجماع الإجماع لا ذكر له في القرآن ولا ذكر له في حديث محمد وآل محمد بهذا المعنى الذي يتحدث عنه سقيفيو بني ساعدة أو بالمعنى الذي يتحدث عن سقيفيو بني طوس الطوسي اللعين هذا الكذاب الزنديق جاءنا بذلك الاجماع الناصبي وزيفه بهذا الكلام من ان صاحب الامر داخل في الاجماع وفقا لاي منظور بحسب اي دليل عندك ايه الجواب كلا عندك روايه الجواب كلا وصلك شيء من صاحب الامر بهذا الخصوص الجواب كلا هل العقل يحكم بذلك الجواب كلا من اين جئتنا بهذا الضلال يا ايها الكذاب الزنديق يا ايها الطوسي الفاجر يا ايها اللعين من اين جئتنا بهذا هذا هو المذهب الطوسي اللعين. عرفتم الفارق بين دين العترة الطاهرة وبين المذهب الطوسي الوسخ؟ تلاحظون أن كل شيء في المذهب الطوسي يخالف منهج العترة الطاهرة. كل شيء في حوزة النجف يناقض قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم يناقض حديثهم المفهم بتفهيمهم نذهب إلى فاصل